بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل أعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وطوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداءاتك لعبادك موجزا وذلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مطرا. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة.
والحسن والحسين إنك ولي النعماء ومرتقى مناي وغاية رجاي في مقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأظهر كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.